مهندس أحمد، يعني العمل الخيري الحقيقة موجود من زمان في الداخل المصري، ولكن لما نيجي نجمع كل المؤسسات الخيرية داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كيف صنع الفارق؟ الأول يعني علشان أنا أتكلم في حاجة زي كده برجع لتاريخ مهم جدا اللي هو مارس 2022، اللي هو كان قبله كان الرئيس قال إن في ده عامل المجتمع المدني، فبدأنا في مارس 2022 إن احنا يبقى في تجمع لتلك المؤسسات مع بعضها علشان إن هي تشتغل مع بعض. فكرة التحالف أو فكرة إن وجود جمعيات مع بعضها هي فكرة، يعني يمكن كل الناس اللي النهاردة اتكلمت إن دي فكرة يمكن تكون فريدة ما حصلتش قبل كده في أي حتة في العالم، إن مجموعة من الجمعيات أو مجموعة من المؤسسات إن هي تقعد مع بعضها وإن هي تتشارك بحيث إن هي يبقى عندها هدف واحد وكي بي آيز ومستهدفات وداتا واحدة وحاجات مختلفة. لو حضرتك بتكلميني عن صنع الفارق أو الحاجة المختلفة اللي حصلت، إن أكيد قبل كده إن كان في نوع من التنافس، يعني أكيد إن أنا كنت بنزل محتاج إن المتبرع يديني أنا ما يديش جمعية تانية، أو يخلي إن أنا بشتغل أنا في الحتة ديت، فمش متأكد إن هنا لما حد من أي جمعية تانية أو مؤسسة تانية بكون أنا مرتاح إن هو يشغل جنبي. لكن لما قعدنا مع بعض وبقينا على ترابيزة واحدة بقى في انتقال من عدم اليقين لليقين، بقينا مصدقين، يعني الفكره ببساطه ان احنا بقينا مصدقين. وبدات المرحله ديت لو احنا بنتكلم بقى على الفارق، اول حاجه مصدقين احنا كمديرين تنفيذيين بنقعد مع بعض. يمكن انا كنت شايف الدكتور احمد كان بيتكلم، احنا بقينا اصحاب، بقينا اصحاب وبقينا يعني بنكلم بعض بشكل يمكن كان شهري، بعد كده بقى اسبوعي، بقى بعد كده انتقل ليومي. الفكره ديت انتقلت بعد كده لمرحله متقدمه اكتر على مستوى التنفيذ، الناس بقى على الارض، هل هننجح؟ لقينا نفسنا بننجح، يعني عارف كل حاجة اللي هو هل هينفع نعملها؟ فلقيناها بتنفع ان هي نعملها مع بعض. انتقل العمل من مجرد ان احنا شغالين على مستوى الترابيزات وعلى مستوى الاجتماعات وعلى مستوى الكلام الى مساحة تانية على مستوى الشغل، تبادل للداتا، تبادل للأفكار. انتقلنا من مرحلة عدم اليقين الى مرحلة فيها يقين كبير، بقينا مصدقين. قوافل ستر وعافية، قوافل مركزية، وصل الخير واحد، وصل الخير اتنين، شنط رمضان، أفكار كتيرة جدا. وبقينا حتى بدأنا ننتقل من المستوى التكتيكي زي ما بيقولوا، يعني اللي هو على قد الشغلانة، لمستوى استراتيجي، مستوى زي ما الناس شافت النهاردة كلها، لأ عندنا محاور معينة مركزين عليها وفوكسنج عليها، عندنا محور صحي، محور تمكين اقتصادي، محور أمن غذائي، مبادرة بنتبناها كتحالف كلنا. وأنا لما بتكلم نتبناها كلنا دي، خلاص إحنا انتقلنا من مرحلة اللي إحنا كنا شكلنا كنا بنتنافس لمرحلة معينة فيها نوع من التكامل الكبير. يعني النهاردة أنا فخور جدا بمبادرة إزرع النهاردة اللي كانت بتتقال، فخور جدا ببنك الطعام اللي هو حاطط منهجية معينة في الوصول للغذاء ومعايير، فخور جدا احنا يمكن مؤسسة يمكن معنية قوي بالمتطوعين. النهاردة الرئيس بيكرم متطوعين من كل المؤسسات ومن كل الجمعيات. انا بعض المتطوعين اللي عندي يمكن ما بقوش موجودين دلوقتي ورحلوا عن دنيانا، لا والدهم وبنت احد المتطوعين النهاردة بيتكرم. الدولة بتقول الرسالة بقى، لو بنتكلم على رسالة واضحة الرئيس بيقولها، هو في نقلة نوعية، مش مجرد ان انا بشيد بيكو وبقول لا، ده النهارده الرئيس بيحضر مؤتمر بتاعنا يعني مؤتمر بتاع المجتمع المدني، وبيقول لنا انتوا بتعملوا دور عظيم، وبيميل على رئيس معالي رئيس الوزراء وبيقول له يا دكتور مصطفى الناس بتاعه المجتمع المدني بتوصل احسن يعني، وبتوصل بمرونه اكتر وما تزعلش. فكل ده يعني هو اكيد احنا في لحظتها بنفرح جدا، لكن في الاخر احنا بنروح بنلاقي ان في مسؤوليه كبيره جدا جدا. لو احنا كنا بنعمل الموضوع ده انيشيتيف ولا مبادره كده مره واحده، لا ده احنا مطلوب مننا ان احنا نعمله بشكل خلاص بقى ده سيستماتيك. ده احنا قلنا بقى الكلام ده قدام الرئيس النهارده الدكتوره نو، هي بتعرض الحاجات اللي هي المفروض نعملها في 2023، ما اصبحش حاجه ممكن اخر السنه نقول والله ما نجحناش، لا ده اصبح ان احنا يعني قدام العالم كله بنقول ان احنا لازم نعمل كده على مرأة واسمع الجميع، ودعم طبعا من السيد الرئيس وبدعم بالزبط. من دولة